بمعنى التالي. احنا قلنا ان قانون نيوتن التاني ان هو سيجما اف بتساوي الام في الاي، او ممكن ان هو الام بتساوي ايه سيجما اف اوفر اي، او الاكسلريشن بتساوي سيجما اف على الام. طيب والام ديت قلنا ان هي ايه، بتعبر عن الانرشيا، بتكوانتيفاي الانرشيا. معنى ان لو الام عندي كانت كبيره، او الام عندي كانت كبيره، معناها ان الانرشيا في البادي هي كمان هتكون كبيره. يعني ايه الانرشيا بتاعت البادي هي كمان هتكون كبيره؟ يعني لو البادي في حاله ريست فهيبقى عايز يفضل في حاله الريست، ولو البادي بيموف بكونستنت فيلوسيتي فهيبقى عايز يفضل ان هو يتحرك بكونستنت فيلوسيتي. فكل ما الماس كبرت كل ما الاوبجكت كان بقى التندنسي بتاعته ان هو يفضل في الستيت بتاعته هتبقى اكبر. يعني ايه بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو هيقاوم ان هو يحصل له اكسلريشن، يعني هيريزست بينج اكسلريتد، هيقاوم ان هو يحصل له اكسلريشن، عايز يفضل حالة ريست او عايز يفضل يتحرك بس كونستنت فيلوسيتي. فده معناه ان الاكسلريشن بتاعته هيحصل لها ايه؟ هتبقى صغيرة. يعني حتى لو انا جيت ان انا اثرت عليه مثلا او حبيت ان انا اكسلريتد، هتبقى الاكسلريشن اللي بتأثر عليه صغيرة قوي. وديت هلاقيها من ايه؟ من هنا او من هنا، ان كل ما الماس زادت كل ما الاكسلريشن كانت ايه؟ اقل. طيب والعكس، كل ما الماس كانت قليلة بقى، يعني البادي ده كان خفيف كان لايت بادي، فالانرشيا بتاعته هتبقى مالها؟ تبقى صغيرة. يعني انا لو جيت عايز الانرشيا بتاعته التندنسي بتاعته ان هو يفضل في الستيت هتكون صغيرة، فانا لو اثرت عليه باي نت فورس هلاقي ان هو على طول هيحصل له ايه؟ اكسلريشن، يعني مش هيبقى فيه ريزيستنس، نو ريزيستنس. فمعناها ان الاكسلريشن بتاعته مالها؟ حدي. طيب السيجما اف اكس برضو، السيجما اف ايكوال ام ايه ديت برضو فيكتور ايكويشن، تمام؟ دي فيكتور ايكويشن. فانا في المسائل بقى لما باجي احل بحل بسيباريت الايكويشن ديت، بفصلها للايتش كومبوننت اوف فورس والكورسبوندنج كومبوننت بتاعت الاكسلريشن بتاعتها. يعني هيبقى عندي هنا سيجما اف اكس هتساوي الام في الاي اكس، يعني بديهي ان السميشن بتاع الفورسز اللي هي في اتجاه الاكس هتعمل الاكسلريشن اللي في اتجاه الاكس، والسميشن بتاع الفورسز اللي في اتجاه الواي هتكوز الاكسلريشن في اتجاه الواي. ولو في كان في زد دايركشن مثلا فهتبقى السيجما اف في اتجاه الزد هتساوي الام في الاي زد. ديت المعادلة اللي احنا هنستخدمها في الايه، المعادلات اللي احنا هنستخدمها واحنا بنحل المسائل، وهنشوف هنستخدمها ازاي. اخر حاجة نيوتنز ثيرد لو، طيب نيوتنز ثيرد لو ده بسيط جدا، بيقول ان لو انا عندي بادي ايه، وانا عندي بادي هنا كده اسمه ايه وعندي بادي تاني اسمه بي، والبادي ايه دوت اثر بفورس على البادي بي اللي هي هسميها مثلا الاكشن، الاكشن فورس او اللي هو الفعل، يعني الاكشن او الفعل، يعني الفورس البادي ايه اثر على بي بفورس كده هسميها ايه اون بي اللي هي الاكشن. فبالتالي رد الفعل بقى ان بي هيأثر على البادي ايه بالري اكشن فورس، ديت اللي هي الاكشن هنا، ديت هتبقى الاف بي اون ايه، وديت الري اكشن فورس. طيب التو فورسز دولت اللي هي اف ايه اون بي واف بي اون ايه، الاتنين فورسز دولت
هيكون ليهم نفس الماجنتيود بس اوبوزيت ايه دايركشنز، هيكون ليهم نفس الماجنتيود بس اوبوزيت دايركشنز. يعني الاف اي اون بي هتساوي نيجاتيف الاف بي من ايه، زي ما كنا بنقول في الفيكتورز، لو انا عندي تو فيكتورز الاثنين ليهم نفس الماجنتيود ودايركشن مختلف كنا بنكتبهم بالمنظر ده، فهو نفسه بالنسبه للايه للفورسز ديت. طيب والتو فورسز دولت لازم ياثروا على تو ديفرنت بوديز، يعني لازم الاكشن والرياكشن فورسز ياثروا على تو ديفرنت بوديز، ما فيش اكشن ورياكشن فورسز بياثروا على بادي واحد، وديت ناخد بالنا منها واحنا بنحل المسائل. تمام، لما نيجي نحط الفورسز بتاعتي على البادي باخد بالي من الاكشن والرياكشن فورسز، ان انا ما يبقاش عندي اكشن ورياكشن الاثنين احطهم على بادي واحد، ما ينفعش، لازم يبقوا بيأثروا على two different bodies. طيب كده احنا خلصنا ايه نيوتنز الثري لوز بتاعت نيوتنز. طيب هنتكلم كده بسرعة على حاجة تانية، الجنرال يعني general problem solving strategy، problem solving strategy. المفروض ان انا عشان احل دي في الجنرال ستيبس كده هنفصلها شويه قدام، عشان احل اي مساله بتاعت نيوتنز لوز لازم ان انا بطبق نيوتنز فيرست لو نيوتن سكند لو على بادي معين. تمام، هطبقهم على بادي معين، اول حاجه apply newton's first and second on specific body اللي هو سيجما اف equal 0 والسكند اللي هو سيجما اف equal ME، يعني لازم ابقى عارفه هطبقهم على انه body. تمام، تاني حاجه هي دي مش البروبلم سولفنج استراتيجي، دي ممكن نقول يعني الايه هنتس كده او نوتس على في البروبلم سولفنج استراتيجي، بس احنا هنفصلها قدام شويه، يعني هنتكلم عنها بالتفصيل شويه قدام. تاني حاجه كده او تاني هنت يعني او تاني نوت، ان انا الفورسز اللي هتاكت على البادي ماتر، اونلي الفورسز اللي هتاكت على البادي ماتر. انا عارفه ان السيجما اف ديت عباره عن ايه، النت فورسز اللي بتاكت اون البادي، واخد بالي من كلمه ان هي بتاكت اون البادي، بتاكت اون البادي يعني اللي بتاثر على البادي، يعني انا هنا مهتمه بالفورسز اللي بتاثر على البادي. لما اجي اجيب السيجما اف في حاله الفيرست وفي حاله السكند لو هبقى مهتمة بالنت فورسز اللي بتاكت اون البادي، مش الفورسز اللي في البادي بيأثر بيها على الايه على البوديز اللي حواليه. يعني لما اجي ارسم بادي معين او لما اجي ادرس بادي معين ببقى مهتمة بالسيجما اف دي اللي هي النت فورسز اللي بتأثر على الايه على البادي نفسه، وهنفصل الكلام ده قدام. تالت حاجة لازم ان انا ارسم حاجة اسمها الفري بادي دايجرام، لازم ارسم حاجة اسمها الفري بادي دايجرام. تمام، دي بقى الايه هناخدها بالتفصيل كده شوية، اللي هي الفري بادي دايجرام دوت هرسمه ازاي. الفري بادي دايجرام، طيب اول حاجة في الفري بادي دايجرام ان انا المسألة عندي بتبقى مثلا بتبقى عبارة عن سيستم وموجود فيه كذا بادي، فانا بختار اول حاجة البادي اللي انا عايزة انالايز، يبقى اول حاجة هتشوز the body to analyze.
اختار البادي اللي انا عايزه ايه انالايز. طيب هعمل ايه في البادي دوت؟ من اسمه كده هو اسمه فري بادي دياجرام، فانا هفري البادي دوت. هفري البادي دوت يعني هاخده وهفصله عن السراوندينج بتاعه. البادي دوت مثلا كان مربوط بحبل كده، وكان مربوط بحبل كده، وبعدين متعلق في بادي تاني كده، فانا عايزه ده كده، فانا هفصل البادي ده، هاخد البادي دوت كده وافصله عن السيستم اللي هو موجود فيه. تمام. فانا تاني حاجه هفري الكلام دوت هيوضح اكتر واحنا بنحل المسائل. هفري ذا بادي from its surrounding. يبقى انا هفري البادي دوت من السراوندنج بتاعه او من السيستم اللي هو موجود فيه. بعد كده هبدا ان انا اعرف كل الفورسز اللي بتاكت على الايه، على البادي من خلال الاذر فيريوس بوديز اللي هي الاكسترنال فورس. يبقى هايدنتيفاي all forces acting on it. هبدأ ان انا اعرف كل الفورسز اللي بتأثر عليه by الاذر bodies، بالاذر bodies او بالbodies اللي هي الموجودة التانية اللي هي يعني بين قوسين الاكسترنال force. طيب بعد كده هبدا ان انا represent الفورسز ديت بالفيكتورز، يعني الفورسز اللي هي بتاثر عليه ديت من البوديز اللي حواليه. هبدا ان انا اعبر عنها ازاي، او ازاي هايدنتيفايها على البودي ده؟ من خلال الفيكتورز. هعبر عنها بالفيكتورز علشان ايه؟ اعرف الدايركشنز بتاعتها عامله ازاي والماجنيتيود بتاعتها عامله ازاي. بقى هريبريزنت forces by vectors. تمام. I represent the forces there by ايه؟ by vectors. دوت كده ازاي ان انا برسم الفري بادي دياجرام. باخد البادي اللي انا عايزه انالايز، وهبدا ان انا افري البادي دوت من السراوندنج، يعني هاخده كده وارسمه لوحده، وهعرف عليه الفورسز اللي بتاكت اون ات باي الاذر بوديز اللي هي حواليه اللي انا فصلتها عنه. وبعد كده هريبريزنت الفورسز بايه؟ من خلال الفيكتورز. لو كان عندي في المساله مور ذان وان بودي، فانا هنا برسم الفري بودي دياجرامز لكل بودي فيها. هرسم الفري بودي دياجرام لايتش بودي من البوديز دي. طيب بعد كده بقى هندخل في الايه، الابليكيشنز بقى، ازاي ان انا هابلاي النيوتن فيرست لو والنيوتن سكند لو، ازاي ان انا هستخدمها. طيب اول حاجه يوزنج نيوتنز فيرست لو. طيب في حاله نيوتنز فيرست لو، احنا قلنا ان انا هنا في نيوتنز فيرست لو يبقى الاوبجكت او البادي ان ايكوليبريم. لما يقول لي البادي ان ايكوليبريم يعني معناها ايه؟ معناها ان النت فورس اللي بتاكت على البارتيكل از زيرو، يعني معناها ان سيجما اف عندي زيرو. طيب وقلنا ان احنا مش بنستخدم الفيكتور ايكويشن، بنستخدم الكومبوننت ايكويشن اللي هي سيجما اف اكس بتساوي زيرو وسيجما اف واي بتساوي ايه؟ زيرو. طيب ايه بقى اللي هحل ازاي بقى؟ البروبلم سولفينج استراتيجي بتاعتي هتبقى عامله ازاي وانا بحل نيوتنز فيرست لو؟ هيبقى مشابهه ليها نيوتنز سكند لو.
طيب في problem solving strategy اول حاجة بعملها ان انا ببدأ identify. يعني ايه identify؟ identify يعني هعرف شوية حاجات كده. اول حاجة هشوف انا اصلا البادي بتاعي دوت هشوف انا اصلا هستخدم ايه. يعني انا اصلا هستخدم نيوتنز فيرست لو ولا هحل بنيوتنز سكند لو. طيب امتى احل بنيوتنز فيرست لو؟ هحل بنيوتنز فيرست لو لو قال لي في المساله ان البادي ان اكوليبريم. فان اكوليبريم ديت يعني معناها ان هو ممكن يكون ات ريست او بيموف زي ما قلنا بكونستنت فيلوسيتي. في الحالتين هتبقى السيجما اف اللي عليه بزيرو، يعني النت فورس هتبقى بزيرو. هنا معناها ان انا هستخدم ايه؟ نيوتنز فيرست لو. طيب ممكن اعرف منين ان البادي اكوليبريم؟ ممكن يقول لي كده صريح ان هو اكوليبريم، او يقول لي ان انا مثلا هاتيلي قيمة كذا اللي هتخلي السيستم دوت يبقى ات ريست، يفضل ان هو ساكن، فهعرف ان السيستم عندي هنا ساكن. ممكن مثلا يقول لي ان الكار بارك، مثلا ان ذا كار بارك يعني عربية راكنة او مركونة، فهعرف ان هي ات ريست. او ان يقول لي ان الكار بتترافل في ستريت رود بكونستانت سبيد، هعرف ان هي بتموت بكونستانت فيلوسيتي، فهعرف ان انا هستخدم نيوتنز فيرست لو. طيب اول ما يدخل لي بقى ان انا السيستم عندي بيتحرك مثلا، او هاتيلي قيمة الاكسلريشن، او يدخل لي مثلا الكاينيتك فريكشن زي ما هنتكلم قدام شوية عن الفريكشن، هعرف ان المسألة انا هستخدم فيها نيوتنز ايه؟ سكند لو، مش نيوتنز فيرست لو. طيب دي اول حاجة في الايدنتيفيكيشن، ان انا بشوف انا هحل اصلا المسألة بتاعتي، هقرر اذا كنت هحل نيوتنز فيرست لو ولا هحل نيوتنز سكند لو. طيب تاني حاجة في الايدنتيفيكيشن ان لو المسألة عندي فيها مور ذان وان بادي بيأثروا على بعض. يعني if the problem involves more than one body، لو المسألة عندي فيها كأكتر من body بيأثروا على بعض، فأنا هنا هضطر إن أنا أستخدم إيه؟ نيوتنز ثيرد لو. نيوتنز ثيرد لو اللي هو الأكشن والإيه والرياكشن دوت، علشان أعرف الإنترنال فورس. لو انا عندي في مور ذان وان بادي، احنا قلنا لما بيبقى عندي تو بوديز كل بادي بيأثر على التاني بفورس مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتنين، فانا لازم هستخدم نيوتنز ثيرد لو علشان اقدر ان انا ايه اعرف الانترنال فورسز ما بين البادي دي، علشان اجيب الانترنال فورسز بين البوديز. تمام. طيب والنقطة دي برضو هتوضح واحنا بنحل المسائل. فانا لو انا عندي المسألة فيها كذا بادي، لازم ان انا لما اجي هفصل البوديز عن بعضهم، لما اجي افصل البادي ده عن ده، لازم احط في بالي استخدم نيوتنز ثيرد لو ان انا احط الفورسز اللي هي الانترنال اللي هي ما بينهم، اللي هي الاكشن والرياكشن فورس. تمام. طبعا لو انا بدرس بادي واحد فانا هحط حاجه واحده بقى، يعني احط الاكشن فورس مثلا او الرياكشن فورس بس، مش هحط الاثنين على نفس الايه على نفس البادي. طيب تالت حاجه ببدا ان انا ايدنتيفاي النون والانون variables.
بعرف بشوف انا ايه اللي موجود عندي وايه اللي مش موجود عندي واللي انا عايزه اجيبه. طيب الكومن تارجت فاريبلز في الـ في الـ في البروبلمز دايما ان هو مثلا بيطلب لي ماجنتيود بتاع فورس معين او دايركشن بتاع فورس او الكومبوننت بتاعه الفورس. يبقى انا هنا الكومن تارجت فاريبلز اللي انا ببقى عايزه اجيبها يعني ان هي بتبقى ماجنتيود مثلا قيمه فورس معين او الدايركشن بتاعها او الكومبوننتس اوف فورس. ده في حالة ان انا شغالة نيوتنز فيرست لو. في حالة ان انا شغالة نيوتنز سكند لو بتبقى الكومن تارجت فاريبلز ممكن ان هو يطلب برضو من تشوز ذا فورس او ممكن ان هو بيطلب بقى مثلا ايه الاكسلريشن فوق الاكسلريشن او بعد كده هنشوف بقى ان هو بيطلب ممكن الكينيتيك فريكشن او الستاتيك فريكشن او او الميول اللي هو الكوفيشن اوف الكينيتيك او الستاتيك فريكشن وات ايفر يعني اللي هنطلبه. مش مهم, انا مهم ان انا بابلاي النيوتنز فيرست او نيوتن سكند لو وبعد كده ببدا اشوف هو ايه اللي عايزه مني. كل دوت انا بايدنتيفاي, انا كده بايدنتيفاي ثلاث حاجات. انا هحل اصلا ايه نيوتنز فيرست ولا سكند لو, ولو انا كان عندي كذا بودي هفصلهم عن بعض وهحط الاكشن والرياكشن فورسز ديت وهايدنتيفاي النون والانون. يعني هبقى عارفه المساله عندي هي ايه اللي موجود فيها, ايه اللي بينزل فيها وايه الحاجات اللي هو طالبها مني. طيب بعد كده انا بقى هبدا اظبط المساله اللي هي السيت اب بتاع المساله, هبدا ان انا اظبطها. طيب هظبط المساله بتاعتي ازاي؟ اول حاجه هرسم سكتش للبروبلم بتاعتي. لو هو مش عاطيني سكتش فانا هسكتش البروبلم, هرسم المساله, هرسم لها سكتش بسيط كده وبعد كده هبدا ان انا ارسم الفري بادي دايجرام لكل بادي موجود في المساله. سكتش الفري بودي دايجرام فور ايتش بودي وهرسم الفري بودي دايجرام بالطريقه اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليها ان انا هرسم كل الفورسز اللي هتاثر على البودي. يبقى تالت حاجه هدرو او هسكتش برضو all the forces acts on the body. تمام. رابع حاجة بقى ان انا هبدأ اختار ال coordinate axes اللي عندي. يعني انا دلوقتي حطيت ال body ورسمت ال forces اللي عليه فانا محتاجة اعرف ال coordinate axes اللي هي ال x وال y axes بتوعي, ال x وال y directions بتوعي. يبقى انا هتشوز coordinate axes بتاعتي اللي هي الx والy directions. يعني هعرف مين الx ومين الy ومين البوزيتيف x ومين الايه البوزيتيف y. وهلاقي في المسألة ان انا في ساعات اختيار معين للاكسيس بيسهل لي الحل. يعني لو كان البلين مايل مثلا كده فهلاقي ان السهل مثلا ان انا اختار ان ده الاكس وده العمودي عليه هو يبقى الايه يبقى الواي. في المسائل بتاعه نيوتنز سكند لو انا ببدا ان انا مثلا افرض اتجاه معين للحركه. يعني انا مثلا هفترض ان السيستم مثلا بيتحرك في اتجاه معين, يعني الاكسلريشن بتاعته هتبقى في اتجاه معين. وبعد كده ببدا ان انا برضو يعني بيسهل عليا ان انا بحط اتجاه البوزيتيف اكس او البوزيتيف واي في نفس اتجاه الاكسلريشن. يعني اتجاه الاكسلريشن يبقى هو نفسه اتجاه الايه البوزيتيف اكس مثلا, واتجاه الاكسلريشن يبقى هو نفسه اتجاه الايه البوزيتيف واي. دوت ايه السيت اب بتاع مساله نيوتنز فيرست او نيوتنز سكند لو.
طيب بعد ما ظبطت المسألة هبدأ بقى ان انا احل، اللي هو بسميها خطوة الاكسكيوت او الحل. الاكسكيوت، طيب الاكسكيوت بقى هنا هحل ازاي؟ اول حاجة هفايند الكومبوننتس بقى of the forces on the free body diagram. يبقى انا هبدا ان انا بقى حطيت الفورسز على الفري بادي دايجرام، هجيب الكومبوننتس بتاعه الفورسز زيد على الفري بادي دايجرام. يعني لو كان مثلا ادي الفري بادي دايجرام وادي الفورس هي بتاثر عليه، وانا خلاص اخترت هنا الاكس وهنا الواي، فحشته بدي كده وهجيب الايه الكومبوننتس بتاعتها اللي هي ال اف اكس كده، وهنا كده ال اف ايه كل فورس بقى عامله زاويه كده، هبدا ان انا اجيب الكومبوننتس بتاعتها عشان خاطر اقدر ان انا اطبق بعد كده الايه نيوتنز فيرست او نيوتنز سكند لو بسهوله، وما انساش ان انا احذف الايه الفورس اللي انا حللتها ديت. طيب تاني حاجه هبدا بقى ان انا هابلاي نيوتنز فيرست او سكند بقى لو، ان انا فيرست لو ان سيجما اف اكس ايكوال زيرو وسيجما اف واي ايكوال زيرو، ونيوتنز السكند لو ان انا سيجما اف اكس هيساوي الام اي اكس وسيجما اف واي يساوي الام اي واي. طيب لو انا عندي بقى مور ذان وان بودي هبدا ان انا اربيت الستبس ديت لكل بودي، وهيطلع عندي بقى equations في كذا، يعني كل body هيطلع لي equations سيجما اف اكس سيجما اف واي، هبدا ان انا solve ال equations ديت مع بعضها علشان اجيب الايه التارجت فاليوز بقى اللي هو عايزه، سواء كان مثلا فورس معينه هنا، سواء كانت الاكسلريشن، سواء كانت فريكشن بقى لو دخل هنا معايا فريكشن، ايا كانت الايه الفورس اللي عندي. طيب دي ده كده الايه البروبلم سولفنج استراتيجي في حاله نيوتنز فيرست ونيوتنز سكند لو. في حاجه اللي هي الفريكشن فورسز، هنتكلم عن الفريكشن فورسز الاول. طيب يا شباب هنتكلم على الفريكشن فورسز. الفريكشن فورسز بقى طيب الفريكشنال فورسز ديت قال لي ان انا لو انا عندي بادي، البادي دوت موجود اترست او بيسلايد على سيرفس معين، فالسيرفس بيأثر بفورس كونتاكت فورس زي ما قلنا في الاول خالص على البادي ده، تمام؟ يعني لو انا عندي البادي موجود كده على سيرفس، فا احنا عارفين الفورسز اللي هتبقى موجودة عندي اللي هي ايه؟ ان عندي الوزن بتاعه اللي هو الويت، وعندي لو انا مثلا البادي دوت كان اترست او ان انا كنت بسحبه، خلينا ان انا كنت ايه كنت بشد البادي دوت او في فورس عليه، يعني اللي هي البوش مثلا والبول، هي النتيجة لوجود الاوبجكت او البادي دوت على السيرفس، فالسيرفس قلنا هيأثر على البادي بحاجة اسمها الكونتاكت فورس، والكونتاكت فورس بتبقى عاملة كده الكونتاكت فورس. طيب الكونتاكت فورس ديت الكومبوننتس بتاعتها هيبقى عندي تو كومبوننتس ليها، يعني لو شلت ديت هيبقى ليها تو كومبوننتس، واحدة عاملة كده التانية عاملة كده. اللي عاملة كده ديت اللي هي اللي سميها الايه النورمال فورس اللي هي الام، دي النورمال فورس كومبوننت، وعندي كومبوننت تانية بسميها الفريكشن فورس كومبوننت اللي هي الاف، تمام؟
النورمال فورس كومبوننت ديت بتبقى ديت اللي هي perpendicular على السيرفس زي ما قلنا في الاول خالص، والفريكشن فورس ديت بتبقى بارلل موازية للايه للسيرفس. تمام. طيب لو جيت بقى اتكلم على الفريكشن فورس باستفاضة كده شوية، هلاقي ان انا عندي نوعين من الفريكشنال فورس، عندي نوعين من الايه من الفريكشنال فورس. طيب ايه هما النوعين دولت؟ لو انا عندي ماس بلوك، طبعا عندي بلوك محطوطة على سيرفس ما، والبلوك ديت انا بسحبها بالنسبة للايه للسيرفس بفورس اسمها تي، فهيظهر عندي ايه؟ هيظهر عندي فريكشن فورس اب. يعني بقى لو انا عندي بلوك محطوط على سيرفس، لو انا عندي بلوك محطوط على سيرفس وانا بشد البلوك دوت بفورس تي، فهيظهر عندي ريزيستنج فريكشن فورس اللي هي هيظهر عندي اف. طيب الاف دي بقى هيبقى ليها نوعين، الاف او الفريكشن فورس اللي هتظهر هنا دي هيكون ليها نوعين. ايه النوعين دولت؟ النوعين دول هيبقوا حاجة اسمها الستاتيك فريكشن فورس اللي هي اف ستاتيك، تمام، وحاجة تانية اسمها كاينيتيك فريكشن فورس اللي هي اف كاينتيك. يبقى انا لو انا عندي بودي محطوط على السيرفس وبشده بتي، هلاقي ان بيظهر لي اف اللي هي الفريكشن فورس. الفريكشن فورس ديت هتبقى حاجه نوع من نوعين، يا اما ستاتيك فريكشن فورس يا اما كاينتيك فريكشن فورس. طيب الستاتيك فريكشن فورس ديت هتبقى موجوده امتى؟ هتبقى موجوده لو كان لو اف الفورس اللي انا بشد بيها اللي هي تي ديت is not enough to move البادي. يعني ادي البادي هوت وانا بشده بالتي، والفورس اللي انا بشد بيها تي ديت مش enough، الفورس اللي انا بشد بيها اللي هي تي ديت مش كافية علشان تحرك الاوبجكت دوت. يعني انا بشد هنا بس الاوبجكت دوت لسه مش بيتحرك، فهيظهر عندي هنا فريكشن اللي هو اسمه الاف ستاتيك. تمام. وطبعا انا عندي هنا الويت وعندي ده النورمال فورس، وقلنا ان الاتنين دولت بيبقوا الكومبوننت بتاعت حاجة اسمها الكونتاكت فورس، عشان كده هلاقي قدام ان الاف ستاتيك والان دولت بيريليتد لبعض.